أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرة مواهب صاعدة. معانا النهاردة في فقرة مواهب صاعدة نموذج لشاب مكافح ونجم صاعد متألق ابن محافظة كفر الشيخ، الممثل الصاعد بالسينما والمسرح وأيضا مراسل صحفي الفنان علي درويش. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ها هي الورود تنثر شذاها لنستقبل بكل الحب والمودة وبأحلى عبارات الترحيب، نرحب بك وبقدومك الكريم، فيا أهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي حضرتك تقدم نفسك للمشاهدين ولجمهورك الحبيب، تفضل. أنا اسمي الفنان علي درويش من محافظة كفر الشيخ، ممثل تلفزيون ومسرح وسينما ومراسل صحفي في جريدة مصر الدولية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عاوزين نعرف كيفيه دخول حضرتك لعالم الفن. حصلت على دخول عالم الفن من صغر سني يا فندم. كان عندك كام سنه؟ 18 سنه. 18 سنه تمام. وكانت البدايه فين؟ مع مين؟ مع المخرج تامر شمس الدين. تمام. والدور اللي عملته من ناحيه يعني الدور. كان داخل مسلسل داخل كان فيلم؟ مسلسل. ايوه كان مسلسل. تمام. طيب ايه اللون الدرامي اللي حضرتك تفضله في التمثيل؟ التلات انواع يا فندم، الكوميديا والاكشن والدراما. التلات انواع. طيب حضرتك ما هي اكثر الشخصيات تاثير على الفنان علي درويش الفنيه؟ كتير الشخصيات متعدده. زي الفنان ياسر جلال. ايوه. والفنان يحيى الفخراني. والفنان المرحوم حسن حسني الله يرحمه. حضرتك تحب النهارده تتعاون مع مين من الفنانين؟ مع ياسر جلال فقط. ياسر جلال والفنان محمد رمضان. والفنان محمد رمضان ومين تاني؟ والفنان عايدة رياض. والفنان عايدة رياض. تمام. حضرتك تحب تقول ايه لابناء محافظه كفر الشيخ؟ احب اقول لهم يدعونا بالتوفيق دايما. واحنا من غير محافظه كفر الشيخ ومن غير اهلي ولا اي حاجه. تمام. النهارده في حضرتك مراسل صحفي وفنان في السينما والمسرح. طيب احنا عارفين ان الفنان ما عندهوش وقت النهارده، ازاي بتوفق بين انك تبقى مراسل صحفي وبين شغلك في الفن كفنان في التمثيل؟ يعني بتجيب وقت منين؟ عندك ظروفك يعني، هل لانك بتحب الفن فانك بتوفر الوقت؟ يعني قادر توفق بين الاثنين؟ قادر اوفق في المجالات بين الصحافه والتمثيل. تمام. حضرتك في نوع أدوار معينة بتحب حضرتك تأديها أو مشاهد معينة بتحبها دون المشاهد الأخرى؟ لما تيجي تتفرج على فنان مثلا معين تقول أحب المشهد ده، يا ريت لو أنا كنت مثلا أأديه. المشهد بتاع الفنان ياسر جلال في مسلسل الفتوة. الفتوة أيوة. تمام تمام. طيب حضرتك النهاردة على الساحة في فنانين كتير، حضرتك يعني تحب تفضل لو جالك أي دور مع فنان أنت مثلا ما بتحبهوش أو مش بتميل ليه، هتمثل الدور ده؟ أكيد. يعني جميع الأدوار أنت هتلبي جميع الأدوار؟ تمام. مفيش أدوار معينة مثلا بترفضها؟ لا ما برفضها. كل الألوان الدراما وكل الأنواع وكل حاجة. طب ده كويس خالص، حضرتك لك مستقبل كويس إن شاء الله. واستاذ علي درويش شخصية محترمة جدا، وبإذن الله يكون لحضرتك مستقبل وربنا يوفقك يا أستاذ علي. وإحنا النهاردة سعداء بلقاء حضرتك. وتحب تقول إيه لو في أي أسئلة إحنا ما سألناهاش لحضرتك، تحب تقول إيه كلمة لجمهورك الحبيب لأي شخص بيشاهدني وسامعني دلوقتي؟ أحب أقول لهم كل الحب والتقدير والاحترام لكم. تمام. في مثل أعلى لحضرتك في الحياة واخده مثلا أعلى بعيدا عن الفن، ليك أي حد مثل أعلى القدوة وليه اقتديت بيها مثلا واخده في الحياة؟ أنا ماشي
في طريقي بيتردد في ذهني مثلا كلمة معينة لفلان، أنا باخده قدوة كشخص. مين في حياتك من صغرك يعني على مستوى العام في حد مؤثر ليه تأثير واضح على شخصيتك في الحياة؟ لا ما فيش أي حد واخده مثل أعلى ولا أي حد. طب مين مثلك الأعلى في الفن بس؟ في الفن بس؟ آه الفن ناصر جلال. وعلى المستوى الشخصي والعام ما فيش؟ لا ما فيش. ولا في الدراسة ولا في الأصدقاء ولا المقربين ولا أي حد؟ مين الشخص اللي بتحب تقضي معاه أكتر أوقاتك؟ في مجال التمثيل عامة، في مجال الفن، في مجال الفني وفي العادي الحياة العادية بعيدا عن الفن عادي، بتقضي يومك مع مين؟ تقضي يومك ازاي؟ الشخص المحبب ليك في مجال الفن يعني، وفي الحياة العامة الأصدقاء كتير. الأصدقاء يعني في شخص ما جاي مع حضرتك بره في الكواليس في الاستوديو، نقول سعد. شخص مقرب ليك سعد. يعني انا اقصد كده يعني ناس بتاخدها بتحبها بتمشي معاها بتقضي لها. معاها بكون ارتاح معظم لها. يومك تمام. تمام. استاذ سعد الشامل، استاذ سعد اللي جاي مع حضرتك. أيوة. ومين تاني؟ وناس كتير من البلد عندنا. وناس كتير من البلد. طيب حضرتك شخصيه محبوبه يا استاذ علي، وإن شاء الله يكون لحضرتك مستقبل كبير، وتيجي مع حد النهاردة إن شاء الله، بكرة وبعده نشوفك في حلقات أخرى في برنامج بيت المصريين وفي برامج أخرى لما يكون بإذن الله ربنا يوفقك وتبقى نجم إن شاء الله. تشرفنا. وأنا سعيد بحضوري معاك يا فندم. الله يخليك يا أستاذ علي، شرفتنا ونورتنا حضرتك، وإحنا سعداء بهذا اللقاء، ونرجو أن تكون سعدت معنا إن شاء الله. تحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. تحياتي وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.